كويس. طب احنا هنشتغل دلوقتي على ايه؟ على تيست اسمه هاوكنز كينيدي تيست. ده بعمل فيه ايه بالظبط؟ من الحاجات اللي بقدر اقفل بيها الكنال ان انا بجيب الجريتر تبراستي وادخلها لجوه، ازنق بيها الكنال، ازنق بيها القناه. ادخلها لجوه ازاي؟ انت الانتش ممكن مع ادخلها لجوه دي احطها في سيتويشنز مختلفه شويه، زي مثلا فليكشن، اي حاجه اوفر هيد، اي حاجه بيوند 90 هتحطه اندر ستريس. تمام، اي حاجه فيها ابداكشن فليكشن كده مع انترنال روتيشن، يبقى انا كده عصرت على الايه، على الـ على السب اكروبيال سبيس. فانا اول واحد منهم هو الهوكنز كينيدي تيست. ده بتعمله ازاي؟ اتفقنا الجراس، يعني هقول لك الجراس اللي انا شايفه ممكن صح، وانت اتعامل باللي بعد كده براحتك. تمام، ريح خالص، ريح خالص على قد ما تقدر. انا واقف جنب المريض اهو على الناحيه اللي باسس، وايدي بس ساند على الكتف الثاني. تمام، عشان اعتمد على ان الجاذبيه هي اللي بتاخد الايد وتنزل في ان روتيشن 90 ديجري اسف شولدر 90 ديجري البو. كويس، بعد كده بسيب الجرافيتي تنزل الايد في الانترنال روتيشن، وانا بعمل مينيمال بريشر في الانترنال روتيشن اضافي عن اللي موجود. ايه البوزيتيف ساين؟ بي سب اكروميال بي. لو سمحت وانت حاطط ايدك بلاش تحط، بلاش تخلي كوعه بعد ايدك. تمام، خلي كوعه يعدي ايدك كده. تمام، ده مش من المنطقي ان انت هتخلي كوعه كده وتحاول تعمل انترنال روتيشن، ده كده مش مظبوط. اتفقنا؟ طيب عايز تعمله بطريقه ثانيه مفيش مشاكل خالص. تمام، عايز تعمله بالطريقه دي مفيش مشاكل خالص. عايز شوف الجراسب اللي يريحك.